جلالة الملك، تبدين مذهلة. حسناً، شكراً لك. رأيت كونتان من دون رأس. بهذه السرعة؟ معقول؟ آمل أنه لم ينسى مجدداً كيف تسير أحداث القصة. أجل، بدا لي الأمر غريباً. فشل الشرطي المتلعثم الجاري بالقبض على هدفه. هذا يناسبني تماماً. إذاً جلالة الملكة، لربما تودين مساعدتي في البحث عن أدلة. أنت مضحك. يريد الشرطي من الملكة فيكتوريا اللحاق به في الأرجاء مثل خادمة. أصدر قراراً. الملكة تصدر قرارات؟ أصدر قراراً بأن باستطاعة الملكة حل هذا اللغز بمفردها. مرحباً أيها الحاكم، أنا ويكل منظف المداخن في خدمتك. والليدي بثبث، لا أظن أنكما تريدان حل هذا اللغز. نعتقد أنه من الأفضل أن نترك الأمر لحلالي الألغاز الحقيقيين. هذا الكتاب ليس في مكانه، صحيح؟ أجل، هذا غريب. الدليل الأول عثر عليه ويكل منظف المداخن والليدي بثبث. ماذا؟ ظننت أنني وضعته في صندوق الممنوعات. لست نادماً على شيء. عرض رائع، ويكل وليدي بثبث. كيف تمكن شاجيواس ويكل والليدي بثبث من العثور على أول دليل؟ لا أدري، من المفترض أن أعثر عليه أنا. الغرفة التي لا تحتوي على نوافذ؟ انتظر، قررت الملكة أن الدليل الحقيقي هو اسم المؤلف كاري وود. ألا ترى؟ يعني حملة الخشب. عبقري، لا يمكنك إصدار قرار حول معنى دليل. أصدر قراراً، بإمكان الملكة إصدار قرارات. عذراً يا فتاة، تمكنت منك. حسناً جلالة الملكة، ربما عليك التحقيق بأمر دليلك وأنا سأحقق بأمر دليلي. أعرف تماماً ما يعنيه هذا. يعني أن على فلامزي ترتيب المكان. لولا وجود هذه الفوضى حولي لكنت حللت اللغز سيدتي.